أسلوب وطريقة فوضوية يتبعها صنع الله عبر التهديد والوعيد وإصدار التعليمات بتخفيض كمية الغاز المرسل لمحطات الكهرباء في المنطقة الشرقية. فبعد أن أعلنت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية خلال اليومين الماضيين تحسن الشبكة الكهربائية ودخول جميع الوحدات على الشبكة والانتهاء من عملية طرح الأحمال وتحسن الوضع العام للشبكة، ليعيق كل ذلك تعليمات صنع الله الذي لم يراعي حالة البلاد واحتياج القطاعات العامة للكهرباء في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن بينها قطاع الصحة في ظل جائحة كورونا. ولتعود شركة الكهرباء بعد قرار صنع الله الكيدي والغير مدروس، وتعلن الشركة أنها ستضطر إلى الدخول في عملية طرح أحمال جزئي بسبب خفض إمدادات الغاز، الأمر الذي أوضحه المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء في تصريح لقناتنا. اليوم ومنذ ساعات بالتحديد تم اخبارنا عن طريق شركة سيرك لتصنيع النفط والغاز بأنها ستقوم بتخفيض إمدادات الغاز من 190 مليون قدم مكعب إلى 160 قدم مكعب. فقدان هذه الكمية من مخصصات الغاز أرجحت شركة سيرت بأنه بسبب ارتفاع نسبة المتكاثف في الغاز عبر الخطوط الناقلة من الحقول إلى محطات بالمنطقة الشرقية. هذا العجز سيسفر عن ساعات طرح الأحمال تتراوح عن امتداد المنطقة الشرقية من 6 إلى 7 ساعات، وقد تصل كحد أدنى إلى 8 ساعات. تم إبلاغنا منذ قليل عن طريق شركة لبريقة لتسويق النفط بأنه سيتم منذ يوم الغد إيقاف تزويد جميع المحطات الإنتاج بالمنطقة الشرقية والتي تعمل بنظام الوقود الخفيف ألا وهو الديزل، وذلك بسبب نفاذ مخزون مستودعات شركة لبريقة في رأس المنقار بمدينة بنغازي. وبهذا النقص الإمدادات الغاز والنقص أو نفاذ مخزون الوقود الخفيف الديزل سيسهم في ارتفاع العجز للشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية. يأتي ذلك على خلفية قرار صنع الله الذي يحاول أن يضع المواطن في حالة من الاحتقان كوسيلة للضغط لفتح الحقول النفطية، وذلك لدعم الميليشيات ودفع المال للمرتزقة الموالية لتركيا وجلب الأسلحة. لقناة ليبيا الحدث، بوبكر العقيلي.